السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول نكمل لكم التصحيح ديال الامتحان التجريبي اللي كاين في المنصه. دونك السؤال الاول كيقول من بعد 500 متر غادي يكون واجب عليا نغير الاتجاه اليمين. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. بطبيعه الحال هنا كنلاحظوا بان عندي 500 متر يعني على بعد 500، قال لك هو انتيردي يعني تمشي نيشان، واجب عليك تغير الاتجاه اليمين حيت عندي طريق منحرف. يعني التشوير هادشي اللي كيقول بان على بعد 500 الطريقه تولي منحرفه، يعني انتيردي او ممنوع عليك تمشي نيشان، يعني واجب عليك تغير الاتجاه اليمين. هذاك علاش من بعد 500 واش غادي يكون واجب عليا نغير الاتجاه اليمين؟ الجواب يكون هو نعم، يعني الجواب هو رقم واحد. السؤال الموالي انا قال لك يمكن لي ندور على اليمين، نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج، على اليسار، نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة. بطبيعة الحال هنا عندي السهم ديال الإجبار اللي كيجبرني ندور على اليمين، إجباري ندور على اليمين، يعني هنا الجواب يكون هو واحد أربعة. واش يمكن ندور على اليمين؟ نعم حيت عندي السهم ديال الإجبار اللي كيجبرني ندور على اليمين، مي اما على اليسار ما يمكنليش ندور. علاش؟ حيت عندي السهم ديال الاجبار اللي كيجبرني ندور على اليمين، يعني الجواب يكون هو رقم واحد اربعة. واش يمكن ندور على اليمين؟ نعم ولكن على اليسار ما يمكنليش. السؤال الموالي قالك ندوز الجواب رقم واحد، نعطي حق الاسبقية الجواب رقم جوج. بطبيعة الحال هنايا كنلاحظو بان عندي الشاحنة الاطفاء اللي في مهمة استعجالية حيت شاعلة هاد البولات هنايا. اذا هنا واخا تكون عندها تشوير ديال القيف غادي تحرك ستوب حيت هي في مهمه استعجاليه، وانا كيكون واجب عليا بطبيعه الحال نعطيها الاسبقيه. اذا هنا كنعطي حق الاسبقيه حيت شحنه الاطفاء في مهمه استعجاليه، يعني الجواب هو رقم جوج. السؤال الموالي انا قالك على طول هاد الشارع واش يمكن لي التوقف على اليمين او على اليسار، والتوقف واش بالاداء ولا بالمجان؟ بطبيعة الحال هنايا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو بأن الطريق كتدي وكتجيب. ديما ملي ما كيكونش التشوير ديال العلامة الإرشاد ديال السهم طالع بأن الطريق كتدي وما كتجيبش، فكتكون الطريق كتدي وكتجيب. ملي كتكون الطريق ذات الإتجاهين أو الطريق كتدي وكتجيب، بطبيعة الحال كيكون مسموح ليا فقط الوقوف والتوقف من الجهة ديال اليمين، اما اليسار ما كيكونش ديالي فكيكون ممنوع عليا الوقوف والتوقف. الناس اللي جايين من الاتجاه المعاكس هما اللي خاصهم يوقفوا من الجهه ديالهم اللي هو اليمين ديالهم، اما اليمين ديالي انا هو هذا، يعني انا يمكن لي نتوقف ونوقف هنايا. اذا على طول هذا الشارع هذا واش يمكن لي التوقف على اليمين او على اليسار؟ بطبيعه الحال نقول على اليمين حيت انا غادي، يعني هذه هي طريقي او هذه هي بلاصتي، دونك نتوقف على اليمين. والتوقف واش بالاداء ولا بالمجان؟ هنا ما كاينش شي تشوير كيقول لي بان هذا الباركينغ راه بالخلاص، اذا الباركينغ راه كيكون مجاني يعني فابور. اذا الجواب هو رقم واحد أربعة. دونك ندوزو للسؤال الموالي، هنا قال لك يمكن لي نتوقف قدام هاد السياره الحمراء، نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. بطبيعه الحال حنا كنلاحظوا بان هاد السياره الحمراء واقفه حدا ملتقى طوق، وحنا كنعرفوا ملتقى طوق كيكون ممنوع منعا كليا انني نوقف ولا نتوقف حداه. اذا بما ان الطوموبيله الحمراء واقفه هنا فمايمكنليش انا نوقف حداها حيت حنا قراب حدا الملتقى ديال الطوق اللي كيكون ممنوع فيه الوقوف وممنوع فيه التوقف. اذا يمكن نتوقف قدام هاد السياره الحمراء؟ الجواب هو رقم جوج، الجواب هو لا. السؤال الاخير في هذا الجزء باش ما يجيش طويل، هنا قال لك عاد شريت سياره مستعمله، من الواجب عليا نحتفظ بالورقه الرماديه ديال صاحب السياره السابق واحد، او من الواجب عليا نطلب ورقه رماديه جديده جوج. بطبيعه الحال ملي كان شي واحد السياره مستعمله فكيكون من الواجب عليا نطلب ورقه رماديه جديده او نطلب كارت غريز جديده اللي هي شهاده التسجيل، يعني هاد شهادة التسجيل اللي كاينه في الصورة اللي كتسمى لا كارت غريز او البطاقة الرمادية ضروري خاص تكون ديالي، يعني نطلب وحدة اخرى جديدة، ما يمكنليش نحتفظ بلا كارت غريز ديال صاحب السيارة السابق. يعني مثلا انا عندي واحد السيد مثلا سميتو اكس، مشيت نشري عنده السيارة اللي مستعملة ديالو، دونك منين شريتها ما يمكنليش لا كارت غريز ديالو بها نسوق او تكون عندي، خاصني نطلب وحدة اخرى جديدة.
دونك كيف ما قلنا ديما من الواجب عليا نطلب ورقه رمزيه جديده او كاتغريز جديده ليا شهاده تسجيل جديده ديالي. دونك الجواب هنا هو رقم 2. دونك كنتمنى الفيديو والشرح يكون الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين يوتيوب كود محسن. في الفيديو الماجي ان شاء الله نحاول نكملوا الاسئله ديال الامتحان التجريبي اللي كاين في المنصه. وديما كيف ما كنقول لكم قبل ما تشوفوا هذه الاسئله ضروري خاصكم تضبطوا بعض القواعد اللي شرحت لكم في لاشين يوتيوب من المحور الاول اللي هو الطريق حتى المحور السادس اللي هو المبادئ الاوليه في السلامه الطرقيه. شكرا على تتبع فيديو ماجي ان شاء الله.